نجتمع من أجل ندوة حوارية برعاية لجنة التعليم النيابية، والتي يقيمها مركز مستقبل نينوى للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع نقابة الأكاديميين العراقيين. نأمل أن نخرج من هذه الندوة الحوارية إن شاء الله بتوصيات جذرية وحلول علمية وعملية للنهوض وراء التعليم العالي. تنهض القوانين بصناعة المشهد الرصين للتعامل مع الميادين المجتمعية بمؤسساتها المتنوعة في صياغات بنيوية رصينة للجهد الأكاديمي العلمي. هذه الندوة العلمية لمناقشة عدد من القوانين التي تحكم وزارتنا، لكي تنسجم هذه القوانين وتتناسب مع معطيات العلمية ومواكبة العمليات الأكاديمية والتطور العلمي وحاجة المجتمع. الغاية من هذه الندوة هو التي يقيمها مركز مستقبل نينوى وأيضا نقابة الأكاديميين. الغاية منها هو التعرف على رأي المحاضرين ورأي الحضور في أي تعديل مهم يصب في مسألة مهمة، وهو العملية التعليمية وتطويرها ورصانتها، سواء الدراسات الأولية أو الدراسات العليا وتوسيعها في المستقبل، وأيضا في مسألة البحث العلمي. نضيف إلى ذلك أنه أيضا تحديد حقوق وواجبات الأستاذ الجامعي بما يخدم المجتمع ويخدم البلد. هذه هي الحلقة الأولى من هذه الندوات من أجل الوصول إلى حلقات أخرى في النقاش والوصول إلى تعديلات مهمة. هذه التعديلات سندرسها مع معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكادره في الوزارة من أجل وضع اللبنة الأخيرة والتعديل الأخير لعرضه من قبل لجنة التعليم النيابية إلى مجلس النواب وإقراره في المستقبل القريب. الحقيقة الجوانب هذه الندوة أربع محاور. المحور الأول عن قانون التعليم العالي، والمحور الثاني عن قانون الخدمة الجامعية، والمحور الثالث عن قانون معادلة الشهادات، والمحور الرابع والأخير عن قانون التعليم الأهلي. الحقيقة احنا كمركز مستقبل نينوى، كمنظمة مشروع مدني، منظمة مستقلة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في كافة القطاعات ومن ضمن قطاع التعليم العالي، وذلك لأنه هذا كفاءة الأداء ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع بكافة النواحي. طرقت الندوة إلى عديد من المشاكل التي تخص التعليم العالي وتطويره، وكذلك مشاركة القطاع الخاص في دعم الجامعات العراقية وتطوير هذه العلاقة كما موجود في البلدان العالمية والبلدان المجاورة. القطاع الخاص شريحة كبيرة ومهمة، نطمح أن يكون مقترحنا أن يكون يعني صب اهتمام هذه الندوة، وأن تصل التوصيات التي طرحت جميعها في هذه الندوة توصيات ذو قيمة من أجل تعزيز وتطوير الجامعات وخروجها من عن الروتين القاتل الذي جعلها مقيدة بتعليمات الوزارية. نعم، احنا كان لدينا مستوى عالي في جامعة الموصل، كان لها دور مهم ومركز كبير مقارنة مع الجامعات العالمية، وكذلك جامعة نينوى وهذه الجامعة الفتية. نأمل إن شاء الله أن تفتح أيضا جامعات جديدة في العراق وتوفير فرص عمل جديدة إن شاء الله بالتعاون مع القطاع الخاص عن طريق يعني تشريع قوانين جديدة في الاستثمار. أكدنا اليوم من خلال المشاركة لضرورة أن يتم منح الجامعات استقلالية تامة، وأن ترتبط فقط فنيا في وزارة التعليم العالي باعتبار هي المسؤولة عن رسم السياسات العامة للتعليم في العراق. لذلك أعتقد أن إعطاء الجامعات استقلالية تامة من خلال تشكيل مجلس أمناء يكون من قبل نخب علمية وأكاديمية سوف يعطي فد ميزة ومرونة للجامعات لكي تدير نفسها بنفسها.